الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحمد لله، في الدرس الأخير اتضينا قبالكم، اليوم درسنا عن الغسل. بقدرش أتحمم قبالكم، ولكن نقدر نكرر الصورة كذا ما استطاع إن شاء الله. معنا باب أو فصل الغسل. قال سبحانه وتعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. والجنب هو صفة لمن أحدث الحدث الأكبر، سواء مثلا احتلم وهو نائم وخرج منه المني، أو جامع زوجته، أو حتى لو يعني أدخل فرجه في زوجته، فهذا يعتبر جنب حتى لو لم ينزل المني. هسه بنيجي عليه إن شاء الله، ولكن الجنب هو وصف لمن أحدث الحدث الأكبر. فقال سبحانه وتعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. هنا كأنه شرط، إنه إذا كنت جنبا فعليك أن تتطهر. الباب الأول، باب المسلم لا ينجس. هل إذا كان الإنسان جنب هل هذا يعني أنه نجس؟ كان هذا اعتقاد سائد في بداية الدعوة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم صحح هذا التصور. عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب فحاد عنه. حذيفة حاد عن النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل، ثم جاء فقال: كنت جنبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم شو قال له؟ إن المسلم لا ينجس. وأظن هذا أيضا ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال له: إن المؤمن لا ينجس. بأنه وجودك أو كونك جنب فهذا لا يعني أنك نجس، وإنما عليك بعض الأحكام، مثلا عدم مس المصحف. الشاب الجنب لا يمس المصحف، لا يقرأ، أو المرأة لا تقرأ القرآن إلا ما كان وردا، يعني أذكاره ما بعد مثلا صباح مساء إذا كان ورد هذا. أما إذا قرأت القرآن وافتتاحه وتلاوته أثناء الجنابة فلا يجوز. ولكن هذه هي الأحكام، مثلا عدم وكوث الجنب في المسجد إلا عابري سبيل، ولا جنبا إلا عابري سبيل، كما سيأتي إن شاء الله. إذن في هناك بعض الأحكام تتعلق في الجنب، فمشان يرتفع عنه هذه الأحكام هذه المخاصة في الجنب عليه أن يغتسل ويتطهر. ولهذا قال: إن المسلم لا ينجس. يعني لو أكل عادي، أكلت من وراء عادي، لو شو مش عارف نام عادي، فكل شيء عادي، مش نجس. بل حتى كان هذا اعتقاد سائد على المرأة الحائض، كانوا يحبسوها زمان ويسكر على الباب ويحطوا لها الأكل مش عارف من تحت الهواء، ممنوع تأكل معهم، ممنوع كذا. وسبحان الله، أجل الإسلام وأبطل كل هذه العقائد الفاسدة. وزي ما مر معنا في كثير من دروس سابقة، إنه هدف الإسلام الإيمان، كونك مؤمن. الإيمان هو علم، هذا العلم هو الذي يصحح لك تصورك حول كل الأشياء. يعني تلاحظ الإيمان أحيانا بصحح تصورك حول الإله الرب وصفاته سبحانه وتعالى، يصحح نظرك حول الأنبياء، مش زي نظرة اليهود للأنبياء. مثلا اليهود عندهم الأنبياء عادي، لو يزني عادي، لو يسرق عادي، لو يغش، ولكن بيجي الإسلام بيصحح تصورك حول الأنبياء، بيجي بيصحح تصورك حول النفس البشرية، وكذلك حول النجاسات وعدمها. فالإسلام كله جاء ليصحح التصورات. ولهذا جاء أول شيء في الإسلام: اقرأ، عليك أن تقرأ وتتعلم، تقرأ القرآن، تقرأ السنة، لتملك التصور الصحيح عن كل شيء. كل شيء يعني حتى لو كان صغيرا أو حتى لو كان كبيرا، بدك يعني تبني دولة تقدر عن طريق الإسلام، ولكن يحتاج إلى علم وقراءة. الباب الثاني: إذا التقى الختانان. والختانان وصف كناية يعبر عنه عن الفرجين. عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة، يعني بداية ذكر الرجل، وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل. فقد وجب الغسل. كثير من المتزوجين، الله يجوزكم يا شباب، ولكن هذا حديث للمتزوجين وأيضا لمن يقبل على الزواج، من أدخل الحشفة ولو لم ينزل المني وجب عليه الغسل هو وزوجته، بناء على هذا الحديث. في ناس بالوا أنه خلص ما دام لم ينزل المني فإذا أنا فش علي غسل، فش علي كذا، إذا صلى صلاة باطلة فغيره، في عليها تبعات. إذا فلا بد الإنسان ينتبه إلى هذه النقطة: إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل. الباب الثالث: إذا احتلمت المرأة. وهذا نادر، إن المرأة تحترم ويخرج منها المذي عادة عند الرجال أكثر، إنه إذا احتلم يظهر على سرواله المذي، ولكن نادرا إنه يظهر ذلك عند النساء. لهذا ورد هذا الحديث سبحان الله كأنه من الله عز وجل أراد أن يعلمنا: إذا هذا الحكم للنساء إذا فهو أيضا للرجال. الحديث عن أنس بن مالك قال: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابية جليلة، فقالت له وعائشة عنده:
هذه أم سليم جاءت تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة جالسة في المنطقة. يا رسول الله، المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام، فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه. حاليا أحدث بصراحة؟ لا، رحم الله نساء الصحابة على الأدب والحياء وانتقاء الكلمات. بينما اليوم بتيجي بتقرأ تعليق بدافع عن الباطل ودافع عن الغلط ودافع عن التشلح والأمور اللي هي هذه الخايسة التي لا تليق بالمسلمين، دفاعهم عنها بيكون برضو بأسلوب سيء من نساء للأسف الشديد. نسأل الله عز وجل العفو والعافية، واللي متابع بيعرف. فشوفوا، جاءت تسأل سؤال، كيف اختارت الكلمات بأدب وعناية؟ قالت يا رسول الله، المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام، فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه. يعني إذا احتلم قد يرى الإنسان أنه أثناء النوم يعني قد جامع أو كذا، فيرى من نفسه يعني لما يستيقظ يرى الماء يعني القصد. فقالت عائشة يا أم سليم، فضحكت النساء، فضحت النساء، مش فضحكت، قال يا أم سليم فضحت النساء، يعني شوي شوي تربت يمينك. فقال لعائشة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة بل أنت تربت يمينك، نعم، فلتغتسل يا أم سليم إذا رأت ذلك أو إذا رأت ذاك. إذن فالعبرة في هل يجب عليك أن تغتسل أو لا تغتسل، العبرة برؤية الماء. يعني فلنفرض فعلا عدة احتمالات، إما أن الإنسان ينام يستيقظ يعني بدون ما يشعر أنه شاف شيء في المنام، ولكن يستيقظ يرى الأثر المني على سرواله، شو حكمه، يغتسل ولا لا؟ يغتسل لأنه رأى الماء. طب إنسان رأى في المنام أنه جامع وأنه أنزل وشعر بنفس الشعور، صحيح ما لكاش إشي على سرواله، هل يجب عليه أن يغتسل ولا لا؟ لا يجب عليه. إذن العبرة إيش؟ بوجود ذلك، بوجود الماء. الباب اللي بعد، صفة الغسل، كيف غسل النبي صلى الله عليه وسلم؟ عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ديروا بالكم أغلب هذا الأحاديث الوضوء والغسل بتلاقوا أنه الأحاديث هذه واردة عن زوجات الصحابي، أي عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أيضا هذه من حكم تعدد زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر عن أربعة، طبعا هذا كان بأمر من الله عز وجل. العبرة من ذلك نقل الصورة الصحيحة عن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم الزوجية الخاصة، الذي لا يستحيل أنه رجل يعرف عن رسول الله هذه الأمور، فتأتي زوجته أم المؤمنين فتحدث بهذا الحديث ليتعلم النساء وليتعلم الرجال أيضا في ذلك. وانظروا إلى هذه الرحمة وهذه العبرة. لهذا الله عز وجل شو قال لزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم؟ واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله، له القرآن، والحكمة، له سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأحاديث من الحكمة. طبعا هذا أيضا في رد على من ينكر الأحاديث قبحهم الله. ليه؟ لأنهم ربنا بيقول لك والحكمة، والحكمة الله عز وجل قال وأنزل عليك الكتاب، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. بيجي بيقول لك أنا بس بأمن بالقرآن، بأمنش بالسنة. طب اقرأ القرآن، هذا القرآن بيقول لك في حكمة نزلت، في حكمة غير القرآن، يعني ضيّة الحكمة نزلت على رسول الله. وهم بيحاولوا شو مالهم يغطوا عيونهم بدومش يطلعوا بدومش يكروا بالأحاديث، عشان إيش؟ يحلو لهم أن يقولوا في كتاب الله ما يريدون، نسأل الله العافية. إذن فعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه، يعني بنظف يديه سني، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، بجيب أركان الصلاة وصفات الصلاة اللي تعلمناها، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بهما أصول شعره، يعني بأخذ حثية ماء فيدخلها في أصول شعره، كان النبي صلى الله عليه وسلم شعره طويل، فبيخلي الماء يفوت في أصول شعره فيخلل بها أصول شعره، طبعا في روايته ثلاث مرات، ثم يصب على رأسه هي هذه ثلاث غرف بيديه، يعني في البداية بيخلل شعره بالماء ثم بيحط ثلاث حثيات ماء على رأسه، ثم يفيض الماء على جلده كله، عليه كله. هل ذكر أنه لازم يمين شمال مش يمين شمال؟ لا، ولكن إذا أنت حابب تطبق السني، في رواية أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في كل شيء، في غسله، في قال في قالت عاش، وفي طهوره، في طهوره يعني في ترجله وتنعله وفي طهوره. إذن هذا من باب الطهور، يعني تقدر تجيب اليمين والشمال. ولكن لو إنسان فلنفرض واحد كان جنبا وراح صبح على البرجي ونسي يغتسل، اتذكر هي شو بيعمل؟ بيحط نيته بنيه جوا قلبه انه حاب يغتسل، بيحط زنوب في البركه، خلاص طلع شو ماله، بيطلع مطهر وعلى وضوء اخرى كما سياتي ان شاء الله بنشرحها بالتفصيل. اذا فتعميم البدن في الماء هذا هو الاصل في الغسل. اذا فهناك نوعين من الغسل، خلينا منتبهين، في الغسل اللي بسموه الغسل المجزئ زي ما هسه قلنا، واحد خلص كان جنب حط حاله تحت شلال، حط حاله تحت الدش، ملى حاله كلياته مي، هذا يصبح ماله
طاهر طهور، كل شيء فيه طاهر، بيقدر يتوضا بيقدر يصلي عادي وزياده، حتى لو ما جابش اركان اركان الوضوء اجى بسموه غسل مجزئ او نطف فرشي او تسبح، هذا كله ايش؟ غسل مجزئ. ولكن هناك الغسل السني، يعني اللي بيطبق السنه نفسها شو بيعمل؟ بيعمل زي ما عمل النبي عليه الصلاه والسلام، شو كان؟ غسل يديه ثم يتوضا كما يتوضا للصلاه. طبعا في روايات اخرى انه يغسل فرجه او كبله ودبره في البدايه ثم يغسل يديه، يعني بيغسل المكان، لأن ممكن إنسان بعد الجماع كذا يكون عليه من أثر المذي وأثر المني فيغسل قبله ودبره، ثم بعد ذلك يمسح إيديه. حتى في رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب الحائط، كان حائطهم من طين، والطين معروف أنه منظف، فيمكن أنه نستعيد عن ذلك بإيش؟ بالصابوني، يعني بيغسل إيديه بالصابوني منظف حاله، بعد ما يغسل إيديه بيتوضأ وضوءه للصلاة، ثم بعد ذلك يخلل شعره 3 مرات أو يحثو عليه 3 حثيات، ثم يفيض الماء على سائر جسده. هذا هو الغسل السني. إذن ففي حال كان الغسل واجب، في حال كان الغسل واجب زي مثلا الجنوب، أو امرأة كانت حائض، أو كانت نفساء، أو إنسان احتلم، أو قلنا جامع زوجته ولو لم ينزل، كل هذه الأمور تؤدي إلى إيش يسمى الغسل الواجب، يعني لازم عليك تغتسل. الغسل الواجب إذا جيت بالغسل المجزئ اللي هو إنك تعمم بدنك في الماء، يعني عملت اللي عليك. ولكن الغسل اللي بسموه الغسل غير الواجب المستحب، زي مثلا غسل الجمعة، غسل العيد، تغسيل من يغسل الميت، هكلات ماله يعتبر من غسل سني مش واجب. كل هذه الغسل السني إذا دك تجيبه بالسنة بصفة السني، مش الغسل المجزئ، دك تجيبه بصفة السنة اللي هو جوات وضوء وتعميم البدن في الماء. وضحت؟ إذن هناك غسل واجب، هناك غسل مستحب. في الغسل الواجب لو حطيت حالك مي يجزئ، في الغسل المستحب انك تجيب صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم حتى تصيب السنة. باب الغسل كل 7 أيام. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: حق على كل مسلم، إذن هذا يدل على الوجوب، أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. طبعا زمان ما كانش النعمة اللي احنا موجودين فيها والحضارة اللي احنا عايشين فيها اللي الواحد بيتحمم يجوز في اليوم مرتين مع هذا الحم والعرق، ولكن كانوا يعني يتحينون الغسل يعني كل حين وحين بسبب شغلهم، بسبب الصحراء، بسبب قلة المياه. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام حدد من باب الحرص على نظافة المسلم وعلى أن يكون رائحة طيبة، خاصة في الجمع والجماعات والأمور اللي فيها اجتماع المسلمين، كان يحث على أن الإنسان يغتسل. بل في رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام مرة دخل يوم الجمعة فوجد رائحة يعني كريهة، الناس جايين دنيا الظهر كلهم حمين بك، يوم من أشد أيام حرارة في ذاك الوقت، فقال لهم إن غسل الجمعة واجب على كل مسلم. واجب هنا ليس بمعناها الفرض، إن واجب يعني لازم يعملوه من باب التنظف. وطبعا والذي فسر ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. إذن فحق على كل مسلم أن يغتسل كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. الباب الذي بعده باب حكم ضفائر المغتسلة. شو الضفيرة؟ ضافر ضفائر لين الجدايل، ضفائر يعني اللي شعرها طويل وممكن تبكي مجدلته وحازكته، هل إذا بدها تغسل شعرها أثناء الغسل، الغسل الواجب يعني، هل تفك ضفائرها تحل شعرها وتخلل الماء فيه؟ عن أم سلمة، شوف حديث النساء حكمة، قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة، يعني أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. اللي هو هذا الغسل المجزئ، تطهرين يا خلاص جائز. هل لازم؟ لهذا السبب أهل العلم استدلوا بذلك على أنه لو إنسان يعني بدين بداني مبالغ فيها وعنده كوبيوت فتات في البطن، هل يجب أنه يفوت المي في كل محل، أو مثلا السرة أو مش سرة أو كذا؟ ممنوع يبالغ في ذلك، لا، فيش تشديد في هذا الأمر، إنما يحثو على نفسه 3 حثيات. من الأحاديث التي لم تذكر هنا مثلا أنه النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بالمد، المد كما قلنا ما بين 400 لتر ل 600 لتر، يعني نص لتر، يعني ملي لتر بضل أخربط، بين 400 مللتر ل 600 مللتر، هذا هو المد اللي هي كداش لو حب اخذ مي في كفه، هذا يسمى المد. هذا مد واحد للوضوء. طب للغسل كداش كان يعتاز النبي عليه الصلاة والسلام؟ 3 أمداد، يعني في كنية لتر ونص تبعت الكولا هذه تقدر تغتسل، مش تسكي الجيران وتمشي الدنيا والمي تبرد وتخليش لأخوتك في الدار مي إلى آخره. فهذه الواجب. باب
احنا خلصنا هذه الابواب. في روايه قال فانقضه للحيضه والجناب، انها زادت موضوع الحيضه والجناب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. هل حدا عنده سؤال بالنسبه للغسل؟ كله واضح الحمد لله رب العالمين. شو عم المؤمنين القدمين ايش في الغسل؟ انه لازم يصيب البدن كله الماء، يعني مو هذا وارد، خاصه اليوم احنا في دش، يعني مشفي انك تلف حالك بالدش هيك لفه واحد يخلصت. تقديم القدمين وعدم تقديمه، صح. ورد حديثين انه كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يتوضا احيانا يؤخر غسل القدمين للاخر، لاخر الغسل بس يخلص كل شيء. وفي رواية انه كان يغسل قدميه زي لما يجي يتوضا، وهذا قالوا فيها عبره من ذلك، انه اهل العلم قالوا حملوها انه لو بدنا نحمل على الامرين انه كان احيانا يغتسلوا داخل منطقه ما فيها مزراب، فالماء اللي بيغسلوه عن اجسامهم بيوقع بالاخر بالارض، فبيأجلوا غسل رجليهم ايش للآخر حتى يكون آخر شيء تنظف منهم قدمينه. واليوم لأنه في مزاريف فالأمر فيه ساعة، فبيقدر واحد مرة يعمل يقدم رجليه مرة يأخره لآخر وضوء، الأمر فيه ساعة. الجريان ولكن مش شرط الكثرة، زي ما قلنا بالوضوء تقدر تفرق مواصلا لأنه الماء قليل، فأنت كيف تجري الماء على بدنك من خلال وضع الماء وأنك تمسحه، هذا هو الغسل. يعني ليس شرطا من انه جريان الماء انه يكون الماء غزير زي ما قلنا، حتى في الوضوء قلنا انه توضينا في كوباي ومع ذلك كان يجري الماء والماء عم جميع العضو، فهل يحتاج انه يكون ماء غزير كثير؟ لا يحتاج. حد عنده سؤال؟ تفضل. يغني عن الوضوء اذا كان الغسل واجب، يعني الواحد عمم جسده بالماء يغني عن الوضوء إذا كان غسل واجب. ليش؟ بيقولوا أهل العلم رفع الحدث الأكبر يلزم منه رفع الحدث الأصغر. أنت لما تغتسل رفعت الحدث الأكبر اللي هو الحيض أو الجنابة أو غير ذلك، هذا رفعنا الحدث الأكبر، إذن من باب أولى أنه يلزم منه أنه يرتفع الحدث الأصغر اللي هو حدث الوضوء، ففيش حاجة أنه يخصص وضوء. ولكن إحنا دائما نوصي إيش؟ اعمل السني، هي تعمل السني وتوضأ أثناء الغسل، يعني على الحالتين توضأ أريح. في المستحب لازم. حد عنده سؤال؟ بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خير.